أزمة النفايات تتفاقم من دون أفق وشيك للحل. فاليوم استفاق أهالي بيروت على مشهد تكدس النفايات بكميات كبيرة إلى جانب الطرق. عم تراكم الزبالة فوق الزبالة، اليوم يعني بسيطة شوي، بس بكرة حتزيد وحتزيد أكثر، وتوصل تسكر الطريق والريحة علينا عاف. عيب يعني نحن بهذا القرن إنه مدينة مثل بيروت، عرفتي، اللي كانت عاصمة الثقافة والتقدم والازدهار، إنه يصير فيها زبالة هيك. ما نعمل شيء، لازم الدولة تحل لنا مشكلتنا، مش نحن بدنا نحل المشكلة. هلا هو حق معهم بالنعمة إنه يسكروا لأنهم مزعوجين من هالموضوع هيدا. عمال شركة سوكلين قاموا برش المبيدات داخل وخارج مستوعبات النفايات لمنع انتشار الجراثيم والحشرات والقوارض، علما أن عقد شركة سوكلين انتهى ولم تبلغها أي جهة رسمية بموعد تجديد العقد من عدمه. وفي وقت امتلأت معامل فرز النفايات، قررت شركة سوكلين وقف جمع النفايات حتى الوصول إلى حلول مناسبة. وبينما تفترش النفايات شوارع بيروت، يواصل أهالي النعم والمناطق المجاورة لها اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي، مصرين على ضرورة إقفال المطمر بشكل نهائي مهما كانت النتائج. النفايات بدأت تجتاح شوارع العاصمة، ولا حلول حتى اللحظة، لا جزئية ولا جذرية، وكأن المعنيين غائبون عن السماء. من بيروت، غنوة أبو دلة، تلفزيون المستقبل.